بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله النهاردة معانا فاينل تيست نمبر 13 من كتاب جيم، ولكن دايما كلنا البداية مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بالنسبة لرابط المذكرة عندنا أسفل الفيديو اللي مش معاه. Question number one: The space explanation for the terrible plane crash was pilot error. يعني إيه التفسير للحادث اصطدام الطائرة؟ Was pilot error، كان خطأ اللي هو الطيار. Office، مكتب. Verbal، شفوي أو لفظي. Official، يعني رسمي أو مسؤول. Documentary، وثائقي. طبعا هنا official يعني التفسير الرسمي. The patient was kept space on a life support machine because his heart is very weak. طبعا هنا the patient did was kept dead، يعني ميت. Deceased، عندنا هنا deceased ولا طبعا deceased اللي هو متوفي أو ميت. missing، مفقود. alive يعني حي. طبعا بيقول لنا the patient المريض was kept يعني احتفظ به. deceased يعني كان متوفي. on a life support machine، في آلة دعم الحياة. because his heart is very weak، لأنه قلبه ضعيف جدا. هو مش ميت بس يعني ايه، يعني متوفي كده أو ما بين الحياة والموت يعني. يبقى deceased. deceased هنا معناه بتعني ما بين الحياة والموت. The newspaper published many critic pieces about the new film about the 6th of October war، عن حرب 6 أكتوبر. Revisions، مراجعات. Reviews اللي هو النقد. Interviews، لقاءات. Scripts اللي هي مخطوطات. طبعا هنا the newspaper published many critic reviews، طبعا اسمها critic review يعني نقد، نقد أو كتب نقدية. The wheels اللي هي العجلات. Were space in the mud، في الطين. But the car wouldn't move، ولكن السيارة لا تتحرك. Spinning يعني بتدور، طبعا هنا بتدور. ولا orbiting بيدور في محور. ولا evolving بيطور. ولا returning down، طبعا هنا spinning. Spinning يعني بتدور. There is no space way of finding a cure for a disease، it's just process of trial and error. طبعا لا يوجد علاج للمرض. it's just هو فقط. process يعني عملية. of trial للمحاولة. and error والخطأ عندنا طبعا هنا little. clear واضح. ولا slow بطيء. ولا instant يعني لحظي. ولا quickened يعني بسرعة. طبعا هنا instant. instant there is no instant way يعني ما فيش طريقة عندنا هنا لحظية لإيجاد علاج للمرض. it's just a process هو فقط عملية. of trial للمحاولة and error. years of reporting on wars طبعا هنا hardened the correspondent to human suffering يعني جمد قلبه كده على معاناة الناس. هنا hardened معناه يجمد أو يصل أو يقص أو يقص قلبه يعني خليه قاسي يعني. The baby was crying، الطفل كان بيبكي. because she was having her hair، لأنها لم تحصل على شعرها. washed، مغسول. طبعا هنا having وعندنا her hair غير عاقل، يبقى ايه؟ يبقى التصريف الثالث اللي هو washed. عن فين have او ها او get في غير عقل وراها، يبقى تصريف ثالث. space of space Adam's parents in English، his father is Egyptian and his mother is Greek. طبعا هنا either Adam's his parents ولا either of ولا either ولا neither ولا neither of. طبعا هنا الجملة بتدل على النيجاتيف يعني النفي، يعني لا بابا ولا مامته بريطانيين، أبوه مصري ومامته يونانية. يبقى هنا ايه؟ neither of. neither of Adam's parents، ما ينفعش neither ونقول neither neither parent يعني يجوا نايزر هنا يجي وراها مفرد، لكن نايزر اوف وراها الجمع. فاحنا عندنا هنا البيرنتس يبقى نايزر اوف، واصلا الجمله بتدل على ان في يعني لا بابا ولا مامته بريطانيين، الاب مصري والام ايه يوناني. it will be fine to space you do it the way i told you. it will be fine in case of، طبعا in case of بيجي وراها الفيرب في ing او النون، وذاود زيها الاثنين ما ينفعوش. يبقى as long as you do it
و but for برضو زيهم، يبقى in case of أو without أو but for بيجي وراهم الفيرب فيه ing أو noun، إنما اللي بيجي وراها جملة مين؟ as long as، يعني طالما. There were space many people in the room to find a place for us. There were so many ولا too many ولا such many ولا enough. عارفين إن عندنا اللي بيجي معاها many و much اللي هي مين؟ اللي هي طبعا so. Too many people in the room to find. هنا عارفين ان so بيجي معاها many او much، ولكن انا عندي too هنا ناخد بالنا، يبقى too. There were too many people، يبقى عندنا too. I can't believe Ahmed hasn't arrived yet. He speaks the wrong train. He must have taken. المشتدى ان احمد لسه ما وصلش. He must have caught. لابد ان هو اخذ القطار الخطأ، ولا should have كان ينبغي، ولا can't have، ولا عندنا هنا must. طبعا لابد يعني ايه must have caught؟ يعني لابد ان هو اخذ القطار الخطأ. My father advised me space out at the time of a demonstration، يعني وقت الاحتجاج. My father advised me whether I go not to go. طبعا هنا not to go، لان عارفين ان ان عندنا advise بيجي معاه to والمصدر لو جملة مثبتة، او not to والمصدر لو الجملة منفية. فانا عندي هنا negative، بيقول له الاب بينصح ابنه not to go to، not to go out يعني ما يخرجش اثناء الاحتجاجات او المظاهرات. I space stay at home yesterday as it was so cold. طبعا هنا انا اضطريت ان اظل في المنزل لان طبعا الطقس كان بارد جدا. I have to، ولا عندنا هنا I must، ولا I needn't، ولا I had. ناخد بالنا كده، قولنا yesterday ماضي والماضي نقول ايه had to، يبقى I had to. The space where we kept our old things has a dirty floor. The ceiling طبعا اللي هو السقف، ولا الشوب المحل، ولا البدرون، ولا الكولر طبعا مبرد. طبعا هنا the cellar اللي هو البدرون، where we kept اللي احنا بنحتفظ بيه بأشيائنا، has dirty floor يعني ليه أرضية قذرة، لكن هنا ceiling اللي هو السقف. The car was in perfect condition، السيارة في حالة جيدة. The adjective perfect is similar in meaning، طبعا perfect is similar يعني متشابهة بالمعنى. Efficient يعني efficient يعني مؤثر، ولا ideal يعني نموذجي أو مثالي، ولا accepted مقبول، ولا common شائع. طبعا ideal perfect يعني حاجة كويسة جدا، بتسويها ideal يعني مثالي. Which sentence is correctly structured، يعني التركيبة بتاعتها صح. I love the film، I had seen it 4 or 5 times already، ولا I love this film، I see it for 4 or 5 times already، ولا عندنا I love this film وبعدين حطه في الستوب. I have seen it 4 or 5 times already. طبعا هندي المضارع التام اللي في الجملة، لكن عندنا هنا ماضي تام خطأ، لأن في الجملة الأولى love مضارع، يبقى دي مفروض مضارع تام عشان already. دي برضو مضارع جاب مضارع مع already، و already بيجي معاه مضارع تام. I love this film، I have seen it 4 times. طبعا هنا مضارع تام في الجملة دي صح، لأن already تعتبر من علامات الدالة على present perfect المضارع التام، والمضارع التام الجملة الأولى مضارع، يبقى ده بيشير إلى مضارع تام. I love this film، I am seeing طبعا خطأ، هي letter A letter C، لأن already من علامات المضارع التام. بعد كده عندنا passage number 1. History is the past experience of mankind. More exactly, history is the memory of the past experiences experience الخبرة as it has been preserved، بيحتفظ به largely يعني على نطاق واسع in written records في السجلات المكتوبة. Traditionally تقليديا history has focused، يعني تقليديا التاريخ بيركز on the actions of governments على أحداث الحكومات. Their leaders القواد and the conflicts والصراعات among them ما بينهم. In other words في كلمات أخرى political and diplomatical and diplomatic history يعني التاريخ السياسي والدبلوماسي. in the last 100 years the scope يعني على يعني يدرك يعني of historical interest يعني اهتمامات تاريخية has broadened يعني توسعت to include ليشمل the history of ideas يعني تاريخ الأفكار and the patterns and the trends والنماذج والتيارات and economic في الاقتصاد and the social life الحياة الاجتماعية that characterize يعني تميز
or influence أو تؤثر تأسسات المجتمع as a whole ككلية. The study of history يعني تاريخ أو دراسة التاريخ has been regarded يعني اعتبرت either as a branch كفرع of the humanities يعني الإنسانية or as social science أو كعلم اجتماعي. Actually بالفعل in method يعني بطريقة as well as in subject matter أو بحالة الموضوع. It belongs to both هي تنتمي إلى كلا من of these branches الفروع of learning التعلم. As a social science كعلم اجتماعي history deals with all the various fields of human experience بحيث يتعامل مع كل مجالات أو المجالات المتنوعة لخبرة الإنسان that are treated التي تتعامل أو تعامل separately مفصولة in political science في العلم السياسي sociology الاجتماعي anthropology اللي هو علم الأجناس and economics اللي هو الاقتصاد. History is a subject to the standard of social science يعني التاريخ is a subject يعني مادة to the standard of social science علم الاجتماع as an attempt كمحاولة to establish لإقامة objective truth يعني حقيقة موضوعية about man عن الإنسان and society والمجتمع. At the same time في نفس الوقت the historian's work يعني أعمال التاريخ of structure للتركيب and interpretation للترجمة أو للتراجم requires بتتطلب some imagination يعني بعض من التخيل which makes it nearer to the arts ما يجعلها أقرب للفنون. The historical narrative اللي هو الراوي التاريخي is a form of literature نوع أو شكل من أشكال الأدب. Furthermore علاوة على ذلك much of the content يعني معظم المحتوى of historical study لدراسة الدراسة التاريخية has to do with man's experience يتعامل مع خبرة الإنسان in intellectual and cultural field يعني بطريقة كده متبادلية لمجالات الثقافة. History is subdivided geographically by countries يعني يقسم تقسيم فرع كده جغرافيا بين الدول and the subjects والمواد it deals with والتي يتعامل معها are also divided into the political فهي مقسمة أيضا إلى سياسي diplomatic يعني دبلوماسي economic يعني اقتصادي and cultural aspects ومجالات ثقافية of human experience لخبرة الإنسان religion بيوغرافي اللي هو البيوغرافي يعني الجغرافيا لا البيولوجي يعني is a branch of history يعني نوع من التاريخ that focus on their life الذي يركز على حياة of great historical figures أشكال تاريخية عظيمة. Histories of religion يعني تاريخ اللي هو الأديان science العلم and philosophy الفلسفة are all types of historical studies هي أيضا أشكال أو أنواع من الدراسات. نيجي عندنا number one history is the study of يعني التاريخ ده دراسة لل personal events الحياة الشخصية social science العلم الاجتماعي the great past experience of mankind the great part experience يعني الجزء العظيم من حياة أو من خبرات الإنسانية mankind diplomacy الدبلوماسية طبعا هي ذكر في الباسج it's the great past experiences of mankind the historical narrative اللي هو الراوي التاريخي is a form of literature كنوع من الأدب means that it's unreal يعني غير حقيقي ولا the historian isn't objective يعني المؤرخ ليس موضوعيا the historian المؤرخ analyzes بيحلل and interprets ويترجم events الأحداث with imagination بتخيل ولا عندنا the historian merely cobbles events يعني فقط بينسخ كده أو cobbles بعمل منها نسخ للأحداث طبعا هنا لترسي the historian analyze معناه أنه هو بيحلل وبيترجم الأحداث إلى تخيلات لأنه يبقى أدب تاريخي according to the passage يعني وفقا للباسج اللي هي القطعة what did history
traditionally concentrate on، يعني تاريخ التقليدي بيركز على political and diplomatic subject، يعني المواضيع السياسية والدبلوماسية. the history of ideas، يعني تاريخ الأفكار and patterns والأشكال affecting the human society. the history of religion، يعني تاريخ الأديان and philosophy، الفلسفة. the geography of countries، يعني جغرافيا الدول. طبعا هنا political جاي من اسمها، أو traditionally history traditionally political and diplomat، يعني اللي هي الدبلومات اللي هي الموضوعات السياسية والدبلوماسية. the writer suggested that the main interest of history، يعني الاهتمام الأساسي أو الرئيسي للتاريخ is political events only، يعني الأحداث التاريخية فقط أو السياسية فقط. the structure of society، تركيب المجتمع فقط. man and human experience، يعني الإنسان والبشرية أو خبرة الإنسان والبشرية. history of science، يعني تاريخ العلوم. and religion، والدين. طبعا هنا man بيركز على man and human، ذكرها في الباسج، هو بيركز على man and human. what does the underlined pronoun it refers to، يعني ادي بتعري عليه عندنا في الباسج. يا ترى هنا social science ولا humanity science ولا history ولا literature؟ نرجع على القطعة ونشوف. بقول لنا actually in method as well as in subject. مطر it belongs طبعا اليوم the study of history، اللي هو دراسة التاريخ. has been regarded either as a branch، كفرع of the humanities، يعني الإنسانية. or as a social science، أو علم اجتماعي. actually بالفعل in method as well as in subject matter it belongs to both of these branches. طبعا اللي هو مين؟ اللي هو الهيستوري، اللي هو التاريخ، أو the study of history أو history. يبقى نشوف هنا social science ولا humanity science ولا history. طبعا history هو بيركز في الجزئية دي على الهيستوري. according to the passage how has history developed over the last 100 years، ازاي التاريخ تطور عبر مئات السنين الأخيرة. it began to use modern technology، بدأ يستخدم التكنولوجيا الحديثة. it became subdivided، يعني أصبح تقسيم جزء جيوغرافي by countries، يعني ما بين الدول. it became social science، يعني علم اجتماعي. it included the history of ideas، اشتمل على طبعا هنا اللي هو الأفكار التاريخية. the patterns، النماذج. and trends in economic، والتيارات اللي موجودة في التيارات الاقتصادية. وطبعا هي letter D، وهي طبعا مذكورة في الباسج. the best suitable title to the passage، يعني أفضل تايتل عنوان للقطعة بتاعتنا. history and the many fields of human experience، يعني التاريخ والمجالات الكثيرة لخبرة الإنسان. the cons and of history، يعني مزايا التاريخ in our life، في حياتنا. history destroys man's experience، التاريخ يدمر خبرة الإنسان. history makes man's life easy، بيجعل حياة الإنسان أسهل. طبعا هي letter A. history and the many fields، طبعا نتكلم عن مجالات كثيرة من خبرة الإنسان. one of the following isn't true about history، يعني واحدة من دول مش صح عن التاريخ. history is interested in men and society، يعني بيهتم بالإنسان والمجتمع. history deals with، بيتعامل مع man's experience، خبرة الإنسان. intellectual and cultural field، يعني المجالات الثقافية والتبادلية للإنسان. history deals with politics، بيتعامل مع السياسة. and international relations، والعلاقات الدولية. history is interested in the number of cities in each country، طبعا اللي القطعة ما ذكرتها الصح. طبعا لو اتكلم في الجزء الأخير history interested in the number of cities، ان التاريخ بيهتم بعدد المدن في كل دولة. طبعا ما ذكرهاش أصلا في القطعة. بعد كده عندنا passage number 2. it was the beginning of the school holidays، يعني بداية الأجازات المدرسية. and Rami was looking forward to spending time with his friends from his neighborhood، وطبعا رامي بيتطلع أن يقضي وقت فراغه with his friends، مع أصدقائه. from his neighborhood، من الجيرة أو
الحي يعني. playing football يلعب كرة قدم and running ويجري around the playground حول الفناء. he was very upset يعني كان منزعج جدا. when his mother لما مامته told him that he was going to stay at his grandparents house مامته قالت له ان هو هيروح يقعد او يظل او يمكث مع جده في منزل جده. as both she and his father were going on a business trip لأن هو ووالده رايحين في رحلة عمل. he had no friends there ما عندوش أصدقاء هناك and had no computer games وما عندوش ألعاب كمبيوتر to play with يلعب عليها. even the television حتى التلفزيون programs برامج التلفزيون were boring مملة because he and his grandparents لأن هو والوالد والأجداد يعني had different preferences يعني لهم طبعا أشياء مفضلة مختلفة. however he had no say in the matter يعني ما عندوش حاجة يقولها في الموضوع ده. رامي loved his grandparents بيحب أجداده but being elderly ولكن لكونهم كبار they couldn't take him out or play games يعني ما يقدروش ياخدوه يخرج ولا يلعب ألعاب with him معه. his younger sister أخته الصغيرة wasn't interested in the same things as he was يعني مش مهتمة بنفس الأشياء دي زيه. she only liked to play with her dolls بتحب تلعب فقط بالعرائس. during an initial couple of days يعني في خلال زوجين كده من الأيام رامي by doing his holiday homework بأنه يعمل واجباته في الأجازة. one day في يوم من الأيام he devised a plan يعني ابتكر كده في خطة. when his grandparents were taking their naps يعني وجدوده بياخدوا قسط كده من الراحة. he sneaked out of the house يعني كده تسرب من المنزل. he attempted to take a public bus وحاول ياخد بس يعني أتوبيس عام back to his neighborhood ويرجع على الحي بتاعه to find his friends عشان يجد أصدقائه. this was a whole new experience for him دي أول خبرة كلية لي. however on the bus ride home والمنزل والباص بيقوده إلى المنزل he fell asleep شعر بالنوم. on the bus هو في الباص. by the time he woke up لما استيقظ he was in a strange place وجد نفسه في مكان غريب. this worried him طبعا ده قلقه. he then borrowed the telephone of a nearby shop to call his grandfather طبعا هنا اتصل بجده من يعني من محل كده واتصل بجده. an hour later بعد مرور ساعة رامز grandfather arrived in a taxi يعني جده وصل في تاكسي. طبعا his impetuous behavior impetuous هنا معناه متهور يعني سلوكه المتهور. must have caused يعني لابد ان هو سبب لهم great parents a lot of risk الكثير من القلق. طبعا he apologized to his parents profusely يعني بغزارة كده او يعني قاعد يتأسف لهم كتير. saying his remorse لما رأوا his remorse طبعا هنا بتسوي blaming يعني ندمه. they decided to give him a second chance قرروا يدوله فرصة تانية. and didn't report the incidents to his parents وما يخبروش الوالدين. رامي was relieved هم من هنا رامي ارتاح. السؤال هنا بيقول لنا the best title to the passage يعني أفضل عنوان للقطعة. رامز adventure at a new place يعني مغامرة رامي في حي جديد. رامز holiday wasn't a success يعني أجازته ما كانتش success يعني كانت ناجحة. رامز holiday was his with his grandparents أجازة رامي مع أجداده. رامز grandparents أجداد رامي طبعا القطعة بتتكلم عن رامز holiday with his grandparents يعني رحلته أو أجازته مع أجداده. according to paragraph number 1 why was Rami feeling upset ليه رامي كان بشعر بالإزعاج. because it was the start of a school holiday لأن كان دي بداية الأجازة. ولا his parents didn't allow him to watch television مش والديه مش سامحينه يشاهد التلفزيون. his father was going on a business trip without him يعني والده رايح في رحلة عمل بدونه. he had to stay with his grandparents for her day طبعا هي later day he had to stay with his grandparents هو منزعج لأنه يروح يقعد مع أجداده في الأجازة. which one of the following pieces of information isn't true مين في دول مش صح. رامي was an only child يعني ده الطفل الوحيد طبعا خطأ. طبعا هنا خطأ لأن هو رامي has a sister فطبعا دي أول جملة وهي معلومة خطأ.
لكن رامي loved his parents، بحبهم. رامي had holiday homework، كان عنده واجبات في الأجازة. رامي felt bored at his grandparents house. طبعا كل الحاجات دي صح. Why Rami why did Rami devise a plan؟ ليه هو ابتكر خطة؟ he wanted to get enough rest، عايز ياخد قسط من الراحة. he wanted to get out of the house، عشان يخرج من المنزل. أيوة عشان يخرج من المنزل، فعمل ابتكر خطة ان هو يخرج من المنزل. Rami's grandparents proved to be، طبعا أجداده أثبتوا إنهم kind and understanding، يعني عاطفين ومتفهمين. أيوة هي دي طبعا، لأنهم في النهاية وعدوا إنهم not to tell his parents أو not to report their parents about the accident، يعني ما يخبروش الوالدين بالحادث. لكن كرول قاسي، aggressive عدواني، unpleasant يعني غير صعب. What does this in paragraph 3 refer to؟ طبعا دي بتعود على feeling very grown up، يعني الشعور بينمو. Calling his grandfather، اتصاله بجده. Being lost يعني كونه lost يعني مفقود. Falling asleep on the bus يعني وقوعه في النوم في الباص. طبعا هنا نجيبها من القطعة، طبعا هي بتعود على this اللي عندنا في الجزء ده. مفروض عندنا هنا this worries him، طبعا this دي اللي هي مفروض this دي بتعود على ايه لو جينا نرجع للقطعة. Hover on the bus ride home، وبيعود. He fell asleep on the bus. By the time he woke up he was in a strange place. This worries him، وده يقلق ان هو ايه was in a strange place. يبقى this دي بتعود على مين؟ على being lost in this place، يعني كونه تائه في هذا المكان. فلو جينا نبص على this هنا هتبقى يا ترى feeling very grown up يعني ان هو كبر، ولا calling his grandparents لو لسه ما اتصلش، ولا being lost طبعا هنا being lost. falling asleep on the bus طبعا this بتعود على he was in a strange place، فطبعا هنا being lost. why did Rami feel relieved at the end؟ ليه رامي شعر بالارتياح؟ he managed to find his way يعني تمكن انه يعود للمنزل، طريقه للمنزل. his grandparents came to pick him يعني والديه جم ياخدوه. his grandparents weren't worried about him، اجداده مش قلقانين عليه. his grandparents forgave him for his action، طبعا اجداده سامحوه على اللي هو عمله. طبعا هنا later A later D. the synonym of the word remorse، طبعا remorse يعني ندم. المرادف هنا ليها happiness ولا regret ولا pride فخر ولا tolerance، طبعا regret يعني ندم. الأشخاص الذين يعانون من إدمان لعبة ببجي معرضون بشكل كبير لضعف البصر والانهيار، هو قال obesity اللي هو السمنة، فطبعا دي خطأ. الأشخاص الذين يعانون من إدمان الكحولات معرضون بشكل كبير لضعف البصر والسمنة والزهايمر، طبعا خطأ برضو. الأرق انسوميا اللي هو الأرق. الأشخاص الذين يعانون من إدمان لعبة ببجي معرضون بشكل كبير لضعف البصر ومشاكل القلب، طبعا خطأ. هي طبعا هنا اي سايت اللي البصر والسمنة، فطبعا هنا ليتر A لو جينا نشوفهم بالتدريج. الأشخاص الذين الذين يعانون من إدمان لعبة ببجي هاف هاي ريسك، معرضون بشكل كبير اوف ويك اند اوف ويك اند سايت، يعني معرضون بشكل كبير لضعف البصر. ويك اند سايت eyesight، obesity السمنة، insomnia اللي هو الأرق، and depression الاكتئاب، طبعا هنا letter A. There were no life boots on the title on the little ship because it was believed to be unsinkable، لم تكن هناك قوارب نجاة على السفينة الصغيرة لأنه كان يعتقد أنها غير قابلة للتفكير، طبعا تفكير خطأ. غير قابلة للغرق، ماشي. لم تكن هناك قوارب نجاة على السفينة لأنه كان يعتقد أنها غير قابلة للغرق، طبعا هنا فعلا لتر بي غير قابلة للغرق اللي هي unsinkable. لكن لأنه كان يصدق أنها غارقة، كان يعتقد أنها غارقة، برضو الاثنين دول خطأ. هل تخيلت يوما العيش على كوكب؟ هل تخيلت يوما العيش على كوكب آخر أو حتى قضاء أجازة في الفضاء؟ لقد أصبح الخيال حقيقة. Did you ever imagine living on another planet or even spending a holiday in space? Imagination التخيل has become true. Did you ever imagine living on another planet؟ طبعا هنا planet دي خطأ، هي دي بلانت نبات فدي خطأ. Did you imagine living on another planet or even spending a holiday in space? Imagination has become true. Have you ever imagined living on another planet?
هل تخيلت يوما؟ هو ما قالش على الإطلاق، طبعا ما نستخدمش مضارع تام. و have you ever imagined living on another planet or even spending a holiday in the air؟ طبعا اللي هو الفضاء space خطأ برضو. هي طبعا هي letter B. did you ever imagined؟ لا did you ever imagined خطأ أصلا، هي مفروض letter C have you ever. ليه؟ لأن ما ينفعش أقول did imagined، did you imagine. فطبعا هنا ال choice عندنا تبقى letter C، مينفعش نقول did you imagine. فالأفضل هي have you ever imagined living on another planet or even spending a vacation أجازة in space. Imagination has become a reality، يعني أصبح reality حقيقة، لقد أصبح الخيال حقيقة a reality. هي الأقرب letter C، ولكن هي مفروض letter B، بس هو ذكر did you imagined، هي did you imagine فقط، فالجزئية دي هي فقط خطأ فيها، عشان كده استخدمنا المضارع التام. living on another planet or even spending a vacation اللي هي الأجازة برضو. in space imagination has become a reality، يعني أصبحت حقيقة. تقاس حضارة الأمم بعدد المثقفين فيها، فكلما كان الشخص مثقفا كان سلوكه متحضنا وراقيا. the civilization of nations are measured by the number of educated people in it. The more a person is educated, the more civilized and sophisticated his behavior will be. طبعا هنا civilization of nations طبعا هنا civilization of nations is طبعا هي الصح مفرد، لان احنا بنتكلم عن civilization، هو هنا ذكر ار خطأ. حضارة الشعوب هي حضارة واحدة فقط، فطبعا ار هنا استخدمه خطأ، هنا صح is. It's measured by the number of educated people in it. The more a person is educated, the more civilized and sophisticated his behavior will be. Nations' civilization are measured by the number of educated people in it. The more a person is educated, the more civilized and sophisticated his behavior will be. Nations' civilization is measured by the number of educated people in it. The most person is educated, the most civilized and sophisticated his behavior. طبعا هنا nation civilization is measured by the number of educated people in it. طبعا is educated more and more sophisticated behavior will be. فعندنا هنا the civilization، مفروض the civilization of nations حضارة الأمم. هنا هو قال nations civilization حضارات الأمم، لا هي حضارة الأمم اللي هي letter B. is measured by the number of educated people which can be used to express a strong feeling in written English. يعني بتستخدم في الإنجليزية المكتوبة، طبعا اللي هو مين؟ عندنا هنا a full mark اللي هي ال full mark، ولا ال quotation mark، ولا ال exclamation mark، ولا ال speech mark. طبعا في اللي هو express strong feeling، بتعبر عن ال feeling المشاعر. طبعا هنا مين؟ an exclamation mark اللي هي علامة التعجب. ليه؟ لأن علامته بتعبر عن ال feeling اللي هو التعجب، فطبعا دي مشاعر. The space is a great achievement. It was nationalized during the Suez Canal is a great achievement. It was nationalized during Nasser's reign. ولا Suez Canal Nasser's طبعا هنا ولا Suez Canal Nasser's region ولا Suez طبعا Suez Canal Nasser's region. طبعا بالنسبة لعلامات الترقيم الأدق Suez Canal الاس كابيتال والسي كابيتال وناصرز ريجين يعني منطقة ناصر، طبعا هنا لترسي. polluting damages the environment moreover، يعني علاوة على ذلك it causes many serious health problems. طبعا moreover اللي بتستخدم في ايه؟ الانتروداكشن. similarity between the two different moreover علاوة على ذلك يعني بيضيف. similarity between يعني تشابه ما بين الأفكار. comparing مقارنة. addition إضافة. طبعا moreover يعني علاوة على ذلك، يبقى إضافة من روابط الإضافة moreover. which of these isn't a type يعني ليست نوع
a type of essay نوع من المقال, a narrative essay اللي هو المقال الروائي, a descriptive essay اللي هو المقال الوصفي, a persuasive essay يعني المقال الإقناعي, a personal essay طبعا اللي هو المقال الشخصي. مفيش حاجة اسمها طبعا عندنا مقال شخصي, يعني هكلم عن شخصي, عن نفسي, عن أنا, عن الشخص نفسه. طبعا ما فيش عندنا مقال بالاسم ده. ومن هنا وصلنا لنهاية اللي هو النموذج 13 من كتاب جيم, مع تمنياتي للجميع بالتفوق والنجاح, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.